قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. يعني قلت أنه أخوك خلاص وليت تكرهه بهذه العبارة، قلت ذلك دارك وتصرف فيها زاد حتى بها. اليوم كي جيتنا على أساس واش تقول واش تطلب ربما من أخوك كذلك؟ أنا بغيت نقول لولادو سيرتو، نعم، خاطر كتب لهم، يكتب على ولادو وعلى مرتو وعلى الفاميلي تاعو بلي حسابوه مع الكواط هذاك اللي دار فو بابيتو دارو، هو ماشي دارو، ماشي دارو، مازال اسم تاع السيد فماك في في العقد اللي شراها عليه، اللي شرا عليه دارو دارو، وفي العقد تاع الدار تاعي مازال العقد عليه. ولكن انت كانت على اسمك مع الاول؟ بيان سور، سدير انا شريت، انا شريت الارض، انا بنيته. مام ابخي صا ما قدرتش تثبت انه ارضك بما انه في العقد نتاعك الملكيه باسمك انت؟ نو دروك ما نجيبش، خاطر دار العقد على الاخر، لازم تفوت على لا جوستيس، وهذا عقد باطل لانه باع ما لا يملك. وانت ما حبيتش تروح لا جوستيس معاه؟ سينو خلاص دروك ما نجمش نرد الشيء هذا بغير لا جوستيس. الوغ راكم رايحين تدخلوا العداله. وقلت لك في فرنسا النوتير وين دار كواط، دار كواط هذوك، دار الكواط هذوك دار اوف لا جوستيس. وي شحال عندك ما هضرتش مع اخوك هذا؟ 20 عام. شقولو كان دوك تهضر معاه واش تقول له؟ ما نجمش نهضر معاه، سدير نقول له علاش؟ واش توجه له رساله؟ واش حبيت تقول له؟ صافي 20 عام علاش دار هذا الشيء؟ انا امنتو درتو فيه الخير كل شيء، لو كان نقول حوايج بزاف حوايج، لو كان ماشي انا جامي دو لافي يدخل البلاد، انا شاك فوا نبعثو من الهلانة، انا عرستو عطيت له صور باش عرس. المهم انت تفوت معاها راجل. ولا اليوم واش دارني؟ وبغيت نقول لولادو سدير باش ما يامنوش، سدير يشوفوا كواط هذوك نتاع لي دوميني تو، شوفوا واش فيه، خاطر يقول لهم الدار هذا تاعي، سدير اليوم او غدوه يموت يبقى لهم، ما يبقى لهمش. عمي محمد اسمح لي الله يرضى عليك، حبيت نسقسي الاستاذ كوارتيل، وانت استاذي انسان يوثق ملكيه في الجزائر يوثقها في فرنسا. لا هو موثقش في فرنسا، خوه هو الوكاله قامت تزور الوكاله في فرنسا. هل الموثق تاع فرنسا هذه الوكاله الموثق عندها قوه قانونيه في الجزائر؟ لا الموثق ودع شكوى، ودع شكوى ضد الاخ تاعو في فرنسا على اساس انه قدم له هويه مزوره اللي هي بطاقه التعريف الوطنيه تاعو مزوره، وبطاقه الاقامه في فرنسا على ما اظن مزوره، وقام باستخراج وكاله مزوره، لذلك هذا هو منطلق القضيه. يعني لازم هذا الشخص يبدا اولا عن طريق اثبات بان هذه الوكاله مزوره في فرنسا، لانها تمت عند موثق فرنسي في التراب الفرنسي طبقا للقوانين الفرنسيه، يستصدر الحكم في فرنسا باللي فيه عمليه تزوير الوكاله، لان بالوكاله هذه تصرف باع. ولكن هنا سؤال ليك محمد، لا البطاقه الاصليه سرقها منك ولا انت مديتها له؟ نو سرقها مني. نو ما بنتهلوش، خاطر كان ساكن عندي استاذ الفيست تاع كواط خويا، قلت لك سي 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 ابري داث ماك دار اون فوتوكوبي في لاكارت تاعي، وعطى للناس اللي كانوا يديروا هذا الشيء. نبهوا ولاد خوك اذا ما يسمعوا فينا باش يشوفوا، قولوا لهم اكو سمعتوا راهو عقد مزور عمكم، ويقول هذا الدار نتاعي ما يجوز لكمش تورثوها يوما ما، وتقولوا راهي مكتوبه على اسم بابانا، هذا عقد باطل مزور، وسيدنا رسول الله يقول من غشنا فليس منا. هذه خدعه، خدع اخوه. يعني لو كان ربح اخوه ماشي افضل؟ لو كان ربحك ماشي خير؟ هو حب يربح الدار، وين وفاء الدار واش يدير به؟ الدنيا سديس، الدنيا كنا نعيشوا كما سلاطن كما نقولوا، شفت خاو ناكلوا جميع، نقصروا جميع حتى الصباح يتو، نجي فاكونسي تو، كل شيء يعني كلش راح الان، كل شيء راح. انت تقدر سي محمد ربما يجي في يوم من الايام تسمح له في كلش، حتى الدار هذه؟ لا حتى الدار هذه تنازل، ما تزيدش تشارى عليها. نعم سيرسيس نعم، كيفاش اليوم الدار هذه؟ الدار هذه مازال مكتوب على الاخر، ماشي على سموه. لو كان موت انايا
كل شيء يروح لي فلي لولادي والولاد له هو يجي غدوه يخرجوه. نعم هو يكتب على ولاده يقول له مع ولاده ما على بالهمش باللي الدار هذه تاعي مكتوبه على الاخر ثاني. وزيد نقول لك حاجه بالك الدار اللي نحاها الرجل بالك هو ويقول لولاده يا ولادي ما تصدقوش هذاك على باله على بالهم هذاك ما على بالهمش على داري. على نعم واش تقول في الختام في كلمه الاخيره؟ واش نقول سيدي نقول بليك الشيء اللي دار هنايا يكذب على ولاده وعلى الناس على الفاميلا كل شيء تو الحمد لله يا ربي الانسان اللي يمشي بالنيه يلقى بارك الله. ودروك قلت لك راه في فرنسا النوتير هذاك وين دار كواغط دارهم لو بالي جوستيس او بروكيور وسماك دروك باش يعني حتى في فرنسا راهم محل متابعه قضائيه. هو النوتير هذاك داروا خاطر قلت كلمت معاه قال لي ما نجمش نعطيهم لك بالسيف نفوت على التريبيونال. قال لي فو بروندر ان افوكا كي سبيسياليت سور لو بينال كاع الشيء اللي دار هنايا في البلاد ستوم دولو سير ما فيه. نعم شكرا يعطيك الصحه سيد محمد. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.